السلام عليكم. اليوم نعرفوكم بالمستشفى نتاع الاستعجالات الطبية الذي يقع بدائرة بودواو ولاية بومرداس، واللي في الحقيقة المستشفى هذا كان من قبل كان مستشفى للأمراض العقلية، وتم تغيير الوجهة تاعو ليصبح واحد من المستشفيات الاستعجالية للطب الاستعجالي اللي قررتها الدولة باش تنشأ مستشفى من هذا النوع في كل دوائر الوطن، واللي يكونوا بسعة 120 سرير. إذن هذا هو المستشفى الجديد نتاع دائرة بودواو الواقعة في ولاية بومرداس، واللي إن شاء الله يدخل ما بقالوش بزاف باش يدخل في الخدمة، وإن شاء الله تكون الخدمات في المستوى. اكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.